يا عمدة يا عمدة يا عمدة، شكون؟ صباح الخير. صباح الخير مولا باس. سلام عليكم. تريلا اش فيك؟ تحب؟ راني حاسب بيك الموضوع. حاج فيك، اسمع لي تريلا، نقول لك كلمتين نقولهم لك. وما تعاود على الجيب، لا عندي كرني ابيض، لا عندي منحه، لا عندي علامه مدرسيه، ما عندي حتى شيء. اش بك عملتني تو انت؟ يا ودي مش هذي اللي حكيها، حاسب بيك الموضوع يا اخي. استغفر الله العظيم. ان شاء الله خير. ثم شكون يحب يقابل؟ هاك ثم شكون يحب يقابل؟ ما جاي كان تريلا باش يجي يقول لها نحب نقابل العمد. يا ودي حاجه، هو حاسب من شكون هذا زاد؟ سي طيب وعران. بعران نتاع مجلس النواب. حاجته بيك شوف وش يحب. جابه هو ولا باش حاجته بيك؟ اش حاجته بيك؟ انا ما حاجتش بيا. يا اخي ابني معايا شويه. نسيته تو. شنو نسيت؟ تو شفت عملت على الفتره نتاع اللي فات الانتخابات كامله، خرجت العباد وندور معاه في الدوار وفي الاخر يطفيني يخدم رواحهم ودي ما باش يخدمهولي، هذا حديث. يا ودي نعرف اسمعني يا عمد المستمع كريم. يا اخي اش بيك؟ علاه توني المسرح كريم؟ كثير نتيلي. شنو يا على يا ودي شوفوا شي حبة لك شي في جرته حويجة ايش بيه؟ طب هاك معناتها بعد ما تجمل يولي في وسط حويجة تبقى ما فيها تو مش يولي فيها وانا خنشوف يا طيب يا طيب اوزي اوزي السلام عليكم عم امشي لي امشي لي انتوا ربي ما عرف سلام عم سلام شنو احوالك؟ نحمد ربي ونشكر نجم نحكم مع بعضنا تفضل نسمع فيك قلت تو ما تغشش مني يا عمدة نتغشش مالا لا سبحان الله ما تغشش مالا لا يا عمنا هذيك تعملها بتاع رجال والله يا عمدة صدق والله لا نسيت هلا غالب وقت الظروف يا عمدة يا زين عاد والله يدوس بتاع ولدك والله لا نسيت كان مش يخدم ولدك غير هلا غالب وقت الظروف كلمت عليه سي القروي قبل ما يتشتت في الحبس مش بيه ما خدمهاش هلا غالب يتشتت في الحبس كلمت هذاك زاد ابو لوذان الناطق الرسمي بتاع سي وسام خليفه لا ايش بيه تعرفه والله وصلت للدوس شاي قال ان شاء الله معناتها يوفى التجميل حول الله وتو علاش هذا كله؟ هاو جمدونا هاي جت 25 جويليه حشت لكم رجلكم 25 عاد ان شاء الله غالب اش نعمل ما ندريش عليها منين هبطت علينا السخطه هذه يا عم ايش تحب انت تو فهمني وسع بالك يا عم ما نحبكش تتغشش ماهيش بتغشش انا خيال واحد خلنا تفهموا يا عم فهموا فاش بدك تفهموا عمله هذيك تعملوها ها الورن الطوي خنق فيه 20 كردونه بيرة باش الناس صوتت لك وباش طلعت للبرلمان يا سفسوف كي ما تحشمش هكا سفسوفه سفسوفه عمده هكا الديمقراطيه اللي حب عليها خي سعيد عمده ولا يقول هذا مس نواب سفسوف انا وليت سفسوف هكا ايش تسميه هذا ايش تسميه ايش تحب انت تو ايش تحب من تو بعد ما تجمد قصيت ايش تحب طيب بعران يولي سفسوف عمده يا ودي ايش تحب ايش تحب وسع بالك خلينا نشوف هاي وقت الظروف يا عمدة والله غالب بولا التاج يحتاج عمدة ايش هو الظروف عاد نتكلموا سير وعران نتكلموا ولا نسكتوا يا اخي انت دادا نهار كليك دادا في التلاف مع الفراشيات وتسك في الفتكة وهنا يخذروا لك ما تقولش حتى العمدة المدلة حتى كعبه فتكة نهار تتعدى حتى التدمير مع الزمر قدام الكهرباء يا زين عاد خل بعد وندري عليها السخطة باش تهبط علينا عمدة 25 جويلية خويا منين جابونا ضايع هالرئيس منين طلع عنا نقاب يقول قولوا لارواحكم انتم انا بت عليكم كالسخطة هذا اللي حسبته مع الرئيس اما نهار اخر قدام ربي شو تعمل لا ما عملتش الشر يا عمد انت لا ما عملتش الشر وراس خويا اللي عملت الشر الشر اللي عملت انت ما عمل حبيب وراس خويا شيء يا عمد والله العظيم دوار كامل استهلكت في جرتكم عندكم نايم نمشي الولاية عندكم نايم نمشي المعتمد عندنا نايم اش عملت للدوار يا خميطة كلمت عليكم شوية يا عمد علاش تكلم كلمت عليكم شوية علاش تكلم ما ود اختي تحب تعطيها رخصة نتاع بار هذا علاش تكلمت هذا والله اشاعاتي خرجوا فيها يا اشاعات صدقني العمد ضربت عليكم بالبولي كنت باش نعطيكم قانون اساسي كنت علاش العمد يقعدوا هكا ويمشي الحمد لله من غير ما تعدلنا حتى قانون الحمد لله العمد لا يتكسر لا يتجمد الحمد لله العمد يقعد عمد نعرفك نظيف عمد والله نعرفك نظيف وهذاك علاش جيتك ونعرفك انسان طيب يا عمد والله غالب ظروف وقت انت عمد والله العظيم شنو باش نعاونك ما تسخر لي غالب كرامتنا تحت يا عمد الله غالب حتى انتم سقاط راهو باش هكا تو عمد ايه محزون والله العظيم يا عمدة صدقني ظروف تعبة ياسر ما جيت كده يا سي بوعران باش باش نعاونك بالله هات شوف الوضع والله معنا نحكموا في حد شيء شوف ايش تحب شوف حتى معناتها اكل ملحة قالوا لي تعتف اكل ملحة تاع 300,000 يا خويا انا قيدناهم راهم غادي يضربوا بالاوردينيتور ويطلعوا عندك كل شيء والله ما عاد النجم وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة تو مولود
المدير يراقب بروحه، لقد ترضاش عمدي عدو على دائرة المحاسبات. يا عمدة شوف حتى من منحة العائلة المعوزة شوف لها حتى بونو يا عمدة شوف لي حتى بونو. حصل حصل عمدة من كان يعطي في البونوات قصولة بونو من الشطير عمدة يقول لي قصولة بونو. يا عمدة شوف تصرف لي شوي في عمدة. بالرغم رك ماكش بيه وكذا أمل لي والله لي. يا رحم والدي. عندنا حبايب أنا كثر من الناس أعطانا استغل بسيسة بتاع 5 كيلو أعطانا عبيلك صح بسيسة بتاع درا. لا روحك لي ان شاء الله تجيش عانات ولا حاجه شنو نعمل؟ طيب قلت لك عاوني مش تعاوني بالبسيسه يا عمده انت مش يستحمد ربي نهار مشو عاودنيش انت بحاجه في البرلمان نهار طول الطق في الفتقه والواحد يخلينا عادي شنو تو؟ باهي يا عمده خويا ما ميسالش ميسالش عندك يرحم كلمه يرحم والديك الواحد ما عادش لقى باهي اسمع انا جيتك زاده في موضوع اخر ان شاء الله خير نعرفك جواج من النواب اقسم بالله يخرجوك من جوج ما يدخلوكم في جوج اسمع لي عادي يا عمده شن؟ نعرفك انت تدبر في راسك. اي. وتبيع وتشتري منه ومنه. اي ورطني اي. تشريش كراسي تاع مجلس النواب. عجب حتى الكراسي. تاع البرلمان بيعوا فيهم؟ هذه كراسي بالنواب نتاعها. بالنواب؟ حتى النواب نبيعوا فيهم. يا خويا وش يعني تو كراسي ونواب وزيد متجمدين ومع حينهم الحصانه والله ليسوا شيء والله سوا ما يجيبوش الحق نقول لك راه. اي انت اش تحب بالضبط؟ مو لازم نعرف هكاك على الاقل النائب قد النائب قداش يعمل السوق من وين لوين؟ والله انت واش تحب سي العمده انت واش تحب انت النائب النائب وصل بين 100-150 دينار. لا خويا خويا والله غير حشم والله شبيك حتى الميزانيه راه 150 دينار ياسر يعني ياسر والله ياسر والله ما يجيب السوق ما يلقاش الواحد يربح اذا تظل الخساره انت يا ودي ها انت انت حط على نايب تو انا نعملوا لك فيه صوت هذاك بولوزين هذاك قداش يعمل انا بولوزين الخليفي اسامه الخليفي اي هذاك يتباع مع بعض شنو معناتها هو بولوزين اسامه الخليفي ومعها شو اسمه هذاك اللوم اللوم عاملين فيه برومو 20 200 دينار الزوز ونعطوكم معاهم جور مبارك بلاش هذه شنو نزمر بيه المعيز نيه تختلف من المعيز ما ثمش هكا نعاج فطايم هكا نعاج والله يا كاكا شو نقول لك ثم هذيك مش شرط ثم النعجه باهية عاطين فيها 70 دينار الباعي الزاتي شنو كانت هذيك في نداء تونس بعد كذا قداش عاطين فيها؟ تاع الرياح من بعد دخلت للشواشي عرفتها الشواشي قداش عاطين فيها؟ عاطين فيها 70 دينار 70 باهي والله ذاك هو سوم والله باش نكون معك سريع ذاك هو سوم ما يسالش تحطها نعربل لك عليها ما تزيدنيش مع حوايجها هكا خير اي شكرا وجودك. يا ليش ما تشوفنيش تعرف ايش نحب؟ نحب اذا بين ناخذ قتله كامله، رسله كامله، مع بعض. قلت لي كان قلت لي يا عمده راني من الزريبه قبل ما نجمد راني الزريبه بتاع مجلس النواب حليتها لك من تاني. بالله غالب بالله غالب ما جاتش على مخ والله ما تحبش تشري مستشار هذاك تاع الغنوشي. شكون؟ سي الغريني. قديش؟ هذاك يمشي تو ب 140 دينار. شري؟ تو هذاك ب 140 دينار؟ تبي الحرام حتى بالكربونات ولا يتم، شنو نعمل به يا هذاك؟ شارف. مازال ما مش مشيتي ما يتم شيء هذاك 140 دينار ياسر غرياني راهو 140 دينار هذه هذه تمشي حاجه اخرى باهي هكا تمشي الشيخ رئيس المجلس هذا الشيخ اخويا هذاك كي خنفوت اللي تاكل اللي يتلعبوا به وشارف اش نعمل به لا انت تعرف اش كيفاش تحب تمشي تشوف الرسله قدامك هذا بيخ هاي برا هاي برا خنجيب الحبل شوف الرسله واختار من اول خنجيب الحبل اللي جيت كاي هاي برا هاي 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 شوف الرسله كيف تجيب فلوسي ونجيب الحبل شويه دورك كان عندك تعال شوف الرسله سيدي نايف الله يخليك سيدي نايف هاي هاي